طرد كريستيانو رونالدو صحيح 100%، والغاء الهدف اللي في نهايه الشوط الاول برضه صحيح 100% بالتدخل، واثر على ياسين بونو. حتى كان ياسين بونو في وقت مركز معاه، وفعلا لما كريستيانو بيمد رجله، لكن لو كريستيانو ما كانش تدخل يمكن كان الهدف اتحسب، لان اوتابيو كان موقوف سليم 100% وكان اتحسب الهدف. المباراه في حد ذاتها مباراه كانت مشدوده، هنتكلم فيها. وايه حكايتك يا بليه؟ ده رامز جلال قاعد يقول لك خف على الدون، كفايه على الدون يا جماعه. وبرضه الدون انت لعيب كبير تاريخ، مش البليهي اللي يخليك تطلع من تركيزك وكوع بقى وسلاحف النينجا. لا، المباراه في مجملها هنتكلم فيها. بدايه الهلال يستحق الفوز، الهلال فريق كبير لكن وفرقه بتعرف تدافع وبتعرف تهاجم. النصر عمل مباراه حلوه، النصر مشكلته في مدربه، النصر مشكلته في مدرب النصر. كاسترو ما بيعرفش يدافع، كاسترو ما عندوش حلول. بروزوفيتش في نص الملعب مع احترامي الشديد ما معهوش حد، مع احترامي الشديد حتى الخيبر لما كان موجود. الفكره بروزوفيتش يا جماعه محتاج واحد. انت بتتكلم لما بتبص على نص ملعب الهلال بتتكلم على سافيتش نيفيز، الاثنين كفايه لوحدهم يعني قوه دفاعيه وهجوميه. قدامهم بقى اللي كان بيلعب مين، اذا كان ميشيل، اذا كان مالكم، في تحركات بيلعب ساعات كانه بيبقى موجود. الفكره ان الهلال فرقه بنبارك لها، والهلال بيضرب موعد في نهائي السوبر السعودي طبعا مع الاتحاد، بعد الاتحاد ما فاز على الوحده بهدفين لهدف. الفكرة عايزين نقول ان الهلال كويس، لكن انا امبارح كنت بقول برضو البليهي كان لازم يطرد. هتقول لي لا يا معلم، هقول لك لا، في كرة من الكور دخل على كريستيانو رونالدو يا معلمة، دخل على ماني، ساديو ماني دخل بالستارز، يعني ده اقل شيء انذار. وكرة كريستيانو رونالدو انذار كان المفروض يطرد. يعني لو ركزنا بالفار وكان ركز على الدخله اللي في الشوط الاول يا جماعه، على البلي دخل على قدم ساديو ماني، لا كان المفروض ياخد انذار، والتاني كان خلص. لكن والهدف الثاني انا عايز اشوف قبل قطعه سافيتش، قبل القطعه كان في شده ولا ما كانش في شده؟ هي دي الهدف الثاني للهلال. اتعاد الجزء السليم اللي هو القطعه لما نزل وبصاها حلو صح سليمه 100%، لكن قبل القطعه انا بتهالي الحكم ما عداش. فانا هحاول اجيبها لكم في الفيديو ونشوفها سوا، ونشوفها ايه سوا، علشان انا لا بطبل لا الدقن. انا بحب ده المنتخب السعودي، حلو الكلام، فانا ما بطبلش. الفكره ان انا شكيت، حتى كان معايا بعض الاصدقاء اللي بيتفرج، ان في دفعه في شده من سافيتش في الكره اللي اتحسبت الهدف الثاني اللي جه منها الجول، الهدف الثاني لمالكم. الكره دي انا عايز اشوفها من البدايه، مش من القطعه من الفرمله، لا مش شده، اذا كان في ولا ما فيش، لان ما اتعادتش الفار عادي الجزء ده بس. المهم المباراه يا جماعه عشان نبقى متفقين، الهلال فرقه تقيله قوي، الهلال فرقه تقيله، واللي يقولها غير كده اقول له ما بتفهمش. يعني مع احترامي الشديد، والنصر فرقه تقيله، الهلال والنصر فرقتين من اجمل يعني من اقوى الفرق، لكن عايز اقول ان النصر مشكلته دفاعاته. يا جماعه النصر انت بتتكلم من امبارح نيفيز وسافيتش قدامهم مالكم، يعني انت ثلاثي رهيب. يعني انت بتحط سافيتش ونيفيز كفايه كده خلاص، هات اي حد، يعني انا ممكن انزل العب قدامهم الاثنين، فاهمني؟ فرقه تقيله، اثنين جامدين دفاعين هجوميين. لو رحت للثاني مع احترامي الشديد للنصر، النصر بتتكلم على الخيبري، الخيبري لعيب كبير، الخيبري انا بقول عليه لعيب كبير ولعيب عنده كرة حلوه قوي بانه بيلعب لقدام ولعيب كويس. بس بروزوفيتش مع احترامي الشديد هم دول الاثنين نص الملعب. اوتافيو طاير قدام، اوتافيو ما بتشوفوش ورا كتير وما عندوش قوه دفاعيه كويسه. ماني قدام، مين تاني؟ طبعا كريستيانو رونالدو قدام، يعني فتيليس ما بيدافع، يعني مع احترامي الشديد ورا، لكن نص الملعب دي بتبقى مشكله كبيره. ليه بقى؟ لان لما بروزوفيتش بيزيد طبعا بيطلع ورا المهاجمين، بيطلع ورا المهاجمين، بتبقى مشكله كبيره في نص الملعب، بيبقى الخيبري بس، مع ان الخيبري انا بقول لعيب كبير، انت محتاج واحد نص ملعب مع بروزوفيتش والخيبري يلعب قدامه. الخيبري عنده كره حلوه على فكره، الخيبري من اللعيبه اللي بتعرف تقف على الكوره، بتعرف تقطع، بتعرف تلعب اللمسه ولعبه، بيعرف الزرق الضغط العالي. فمشكلتي يعني امبارح لعب، طبعا عايزين نتكلم على كاسترو، لعب 3 4 2 1 مع احترامي الشديد، لعب طبعا اوسبينا ولجامي والفتيل ولابورت، دول الثلاثه اللي ورا، ولعب طبعا سلطان الغنام اللي طبعا لسه راجع، يعتبر بعيد كان برده من الاصابه ولسه راجع، الغنام، الخيبري، بروزوفيتش، تيليس. لو انت بصيت للثلاثه الاربعه اللي بنص الملعب هو اللي كان رقم واحد بروزوفيتش. ليه؟ لانه بيقدر يعمل المهام الهجوميه والدفاعيه كويس.
فقدامهم طبعا اوتافيو قدام، ماني قدام، كريستيانو رونالدو. لو بصيت في التقييمات امبارح كريستيانو رونالدو غير التدخلات، وفي كره في كور ضيعها يا جماعه ما تضيعش. يعني كريستيانو رونالدو امبارح مركز قوي مع علي البليه، خرج من الجو الماتش، ودي مشكله كبيره جدا لما نجم كبير زي كريستيانو رونالدو ما يركزش في الماتش وعلي البليه يطلعه، تبقى مشكله كبيره. يعني علي البليه كان ناقص يطلع له من الشورت، يعني انا خايف كريستيانو رونالدو يسحب حلم على علي البليه يطلع يشوف كابوس علي البليه طالع له، فهي مشكله كبيره جدا. لكن لو بصيت طبعا بقى طبعا للهلال، لا الهلال بقى يا جماعه فرقه تقيله، بيلعب 4-2-3-1. لو بصيت على سعود عبد الحميد ما كانش هو على فكره، عشان نبقى متفقين كل بال ما كانش هو البليه الشهران خط ظهر الهلال كله ما كانش مظبوط. مع احترامي النصر وصل ووصل كتير بس ضيع، ما كانش كان في استعجال، ما كانش في نهايه الهجمه صح. حتى كريستيانو رونالدو ممكن ضيع اكتر من كره امبارح. لكن لو بصيت بقى نيفيز سافيتش كان عالي جدا، وروح بقى على عمك مش قلد الجادو وطبعا ومالكم وسالم الدوسري. الحمدان، لا الحمدان كان مريح امبارح، يعني الحمدان كان مريح امبارح بصراحه. لكن شفنا طبعا الهدفين الجمال جدا من مالكم وسالم الدوسري. المباراه مجملها بين قطبين فرقتين تقال جدا وجماهير محترمه جدا ما بين الهلال والنصر، بس كان في حالات تحكيميه وجدل تحكيمي. هدف كريستيانو رونالدو يا جماعه انا بقول اوفسايد، لا هدف اوتافيو اللي في نهايه الشوط الاول، تدخل كريستيانو رونالدو اثر على ياسين بونو، تدخله كان مشكله حتى كمان وكانت وقفته اوفسايد. الطرد بتاع كريستيانو رونالدو سليم 100%، لكن انا بقول الهدف الثاني كنت عايز تكون تجيب الكوره، انا هجيبها ونشوفها كان في شده ولا ما كانش فيه، وهل التدخل اللي كان من علي البليه على قدم ساديو مانينا كان المفروض انذار وانذار ثاني كان المفروض يطرد. المهم المباراه عشان ما نشيلش الحكم ده هنا ولا هنا، النصر الهلال افضل، النصر الهلال بيعرف يدافع، الهلال عنده نص ملعب قوي جدا، الهلال عنده خط ظهر حلو ما بيقلفش. يمكن انا يعني البليه منتخب المنتخب السعودي، انت بتتكلم على الشهراني، بتتكلم على كولوبالي، يعني الاسم كبير، هتتكلم على سعود عبد الحميد على المنتخب السعودي خط ظهر المنتخب السعودي كله دولي، يعني فاهمني ده برضو بيدي قوه للمنتخب السعودي للهلال السعودي، فدي مشكله. اما بالنصر مع احترام شديد لا، خط ظهره محتاج صياغه، محتاج لعيبه في نص الملعب، لازم اداره النصر تلحق تشتري نص ملعب مع الخيبري مع بروزوفيتش، ولازم اثنين في قلبي الدفاع يكونوا جامدين جدا وسرعه جدا، لان انت الدوري بتاعك اذا انت مش هتعرف تدافع هتتغلب، لان الدفاع يعني قبل كل شيء حاليا. دفاعك حلو هتعرف تكسب، هتعرف تعمل تحولات، هتعرف تعمل ارتداد سريع. المهم مبارك للهلال وهارد لك لفريق النصر وجماهيره الكبيره المحترمه طبعا الهلال والاتحاد. قول لي رايك في التعليقات، اكيد ان انا يعني بنسبه كبيره طبعا 99% بتبقى رايحه للهلال عشان نبقى متفقين، الا اذا بقى في معجزه والا الاتحاد كان له راي اخر. وفين كانوا يا سنتو؟